هل تخشى عودة الإمارة إلى سجن روميا؟ هذا كان أحد الأسئلة يلي طرحناها عليكم على مواقع التواصل الاجتماعي. جولة سريعة على الفيسبوك. كامل جورج وهبي بيقول إنه قوة الوزير نهاد المشنوق وتسريع المحاكمات عبر اللواء ريفة هن اللي بيمنعوا عودة إمارة سجن روميا. رامونا نعيم بتخاف إنه ترجع الأمور مثل ما كانت ويمكن أسوأ، وخصوصاً بعد نشر صور عن المعدات الموجودة داخل غرف المسجونين. هدى سنكر بتشوف إنه اللي فتح الإمارة ببلوك بي بيفتحها ببلوك دي مش هالقد صعبة طالما المواد الأولية متوفرة. أما نائل نعيل كان جوابه لا، إلا إذا عاد الفساد من جهاز الأمن الداخلي. أما إذا انتقلنا على تويتر، نانسي جمال علوش بتقول أكيد، وبتشوف إنه طالما في زعماء خونة ودولة مش قادرة تاخد قرار بإعدام الكل رح يصير أكتر من هيك. ما الذي يمنع عودة إمارة سجن روميا؟ هذا كان السؤال الثاني. كمان على تويتر مرهف حمصي أجاب ولا شيء، طالما المدمن بيفوت على السجن وبيطلع تاجر والحرامي بيصير عنده عصابة يديرة من الداخل. عودة على الفيسبوك ومحمد يوسف بيلاقي أنه تطبيق العدالة وإلغاء المحسوبية وتمييز الطائفة هن اللي بيمنعوا هالشي. قوة الاعتدال السني ودولة قوية، هذا كان رأي فراس أنصو. هل من انعكاسات لعملية سجن رومي على ملف المخطوفين؟ فوزي غرز الدين بيأكد أنه رح تكون انعكاساتها إيجابية ورح تفرج عنهم. رأي ملك خليل كان مختلف وبيلاقي أنه الدولة اللبنانية هي اللي عم تسعى لإنهاء هالملف، وكأنها عم بتقول للخاطفين اعدموا شبابنا وريحونا. منشوف سوا الأسئلة اللي حبيتوا تطرحوها على ضيفنا الليلة وزير الداخلية نهاد المشنوق. إدوار فاضل بيسأل ليش سجن روميا بهالوقت ورقبة العسكريين تحت سكين داعش، مع أنه هالإمارة بالسجن نشأت من كذا سنة وما تحركت أي جهة مسؤولة. محمد عساف بيقول أنه هو من متطوعي الدفاع المدني وحابب يعرف وين صار موضوع التثبيت. ننهي مع ربيع عبود اللي عنده سؤال بيقول كيف كان يتم إدخال أجهزة الاتصالات إلى روميا ومين كان عم بيأمنها؟ وليش ما كان في بوقتها قرار سياسي بقطع الإنترنت عن مبنى الإسلاميين؟ هذا كان كل شيء، شوفكم الأسبوع المقبل.